ودلوقتي هنعمل مع بعض عجينه الشو، ماشي، وهنحشيها كاستر. عجينه الشو دي هنعملها ازاي؟ عندي عجينه وعندي الحشوه وعندي الوش بتاعها اللي بقى اخليها زي الجاتوهايه السهله البسيطه جدا. الحشو العجينه نفسها عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، عليها كوبايه من الميه، 4 معالق كبار من الزيت، رشه الملح، فانيليا 2 باكو أو 3 باكو فانيليا، و4 بيضات. عملناها ازاي بقى؟ بتتعمل عجينه الشو ازاي دي هقول لك دلوقتي. طيب الحشوه انا هحشي كاستر او مهلبيه اللي انت عايزاه. انا هحط 2 كوباية من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من النشا، عليهم حوالي 1/4 كوباية من السكر، سكرها معقول. اللي على الوش تاني هعمل صوص شوكولاته. صوص الشوكولاته عباره عن ايه؟ 1 كوباية من الشوكولاته المبشوره، معلقه كبيره من الزبده، وحوالي معلقه او 2 معلقة من اللبن بس. هحط فيها 2 كوباية الميه و 4 معالق كبار من الزيت. 4 معالق كبار من الزيت حوالي يعني 1/4 كوباية، يسخنوا على النار 1/4 كوباية. اول ما الاقيها بدات تقبقب كده على طول هنزل بالدقيق اسويه فيها. الدقيق هنا هحط له ايه؟ رشه الملح بس، خلاص كده. طب انا ممكن كمان اولع على الكاستر بالمره علشان يبقى ايه، ما اضيعش وقت. الكاستر هنا هحط 2 كوباية من اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، عليهم 1/4 كوباية من السكر، تبقى سكرها معقول قوي، خليها بس تسخن، وندوب ايه 3 معالق من الكاستر، هنحطهم مع شوية مية أو شوية لبن، بس لازم ندوبهم زي النشا بالظبط، القصة زي النشا، هو أخوات. بص ابدأ المية اهي تسخن، تبدأ تسخن، أكون مجهزة 1.5 كوباية من الدقيق معاها رشة الملح، يا دوب مش هخليها تغلي، أعجن على النار، بسوي العجينة، بسوي الإيه؟ العجينة على النار، وعلى طول هشيلها من على النار دلوقتي، ما بتغيبش يعني. كده عملت كورة، أروح واخداها على العجان أو على إيديا أبدأ إن أنا أهويها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهي كده أهويها بقى. خليها لغايه ما تغلي. وهنا ادي معانا العجينه كده تهوت، ابدا اديها ايه؟ البيض، نحط على الفانيليا حتى، بيضه بيضه. هتطلع بقى من الفرن هتبقى بالشكل ده. يعني ممكن تعملي كل الاشكال اللي انت عايزاها. نيجي هنا بس، انا عايزه اعمل صوص الشوكولاته بسرعه قوي. بصوا، 2 معلقة لبن، حته زبده، معلقه واحده كده بس، واروح واخده ايه بقى؟ 2 كوباية بس سايح الزبده، هتسحب اللبن، 2 كوباية شوكولاته مبشوره، ده اسهل صوص ممكن نعمله. Thank you.